تمام. دي تاسك فور باستخدام ال threading وال delegate. باستخدام ال threading وال delegate وال web service عشان نعمل register و search لل user. دي أول حاجة عندنا ال web form العادية. بعد كده نخش بس على ال web service. تمام، وده البروجكت بتاع الويب سيرفيس. ورن بقى. تمام، هنا المفروض بقى انسيرت. سيتي هنروح بقى نشوف الانسيرت. تمام، هو هنا انسيرت. تمام، واحنا برضك مستخدمين هنا الثريدنج والديليجيت. تمام، ده الثريد ستارت، ده الديليجيت، بتاخد الفانكشن اللي بنبعت لها النيم والسيتي، وبعد كده بنشغل الثريد تحت. دلوقتي برضك هنسلكت ال باي دي معين. لو السيرش يعني تمام كده هو عمل سيرش. دي تاسك فور برضو، بس ده ثريد لوحده. هنرن البروجكت. ده المفروض ان هي صورة مشوشة وكده، وبعد كده هو باستخدام الباك جراوند وركر هنحولها بقى لصورة عادية. تمام، بس نروح بس نشوف الديليجيت بردك لوحده لحد ما ده يخلص. تمام، ده بيكول باك الارقام من فور لوب وبيعرضها في كونسول ابلكيشن. شوف بقى الباك جراوند وركر. بس هي كده طلعت الصورة حقيقية. في واحد تاني برضك اللي هو الديننج فلوسفر. دي برضك ثريدنج بس كلاسيكال بروبلمز. بس كده، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.